الحضور، نورتنا في هذه الصبيحة أنت والسيد كريم. نبدأ معك السي حكيم دكار، نبارك لك تعيينك على رأس لجنة الحفلات لبلدية قسنطينة. إذا هي عودة حكيم اليوم إلى الخشبة. شكرا لكم، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة لهذا الاستوديو الجميل بجمال الإعلامي وتقني. في الحقيقة هي التسمية الحقيقية هي لجنة النشاط الثقافي. نعم. نحن نريدها أن تكون فنا وتكون أدبا وفكرا. لجنة النشاط الثقافي الآن في أيادي آمنة، في أيادي فنانين. نعم. وفناني قسنطينة ومثقفيها، نريد أن تكون مؤسسة محترفة، مؤسسة تسوق صورة المدينة جيدا. نطمح أن نعيد لقسنطينة مجدها الفني والثقافي كمجموعة كلها في لجنة النشاط الثقافي المنتخبين وفنانين. نحاول أن نكون يد واحدة من أجل مدينة صيتها وعمرانها في عمق التاريخ يعني. فلهذا إن شاء الله راح يكون في برنامج جميل جدا ومهم. صعب أنه بعد هذه الظروف كلها نعود نرجع، ولكن بالإرادة أكيد راح تكون قسنطينة فنيا وثقافيا وفكريا. توقفت إن شاء الله. فترة سي حكيم، توقفت الفترة، ولكن الآن إن شاء الله راح لأنه اللجنة ما هيش برك للترفيه ولكن للثقافة للتوعية، لأنه التوعية في حد ذاتها هي هو 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 واجب علينا ككل، لأنه لازم إحنا نقوم بها عملية توعية. نعم. وبعدها يقدر يكون فيه المنتوج الثقافي والفني والفكري. نعم سي كريم بوتشيش مخرج هذا التركيب المسرحي والأدبي طبعا في مئوية محمد ديب، كيف تعاملت مع نصوص محمد ديب؟ وقبلا نرحب بك يا مرة ثانية، هل كان من السهل مسرحة هذه النصوص؟ وفي البداية نشكركم على هذه الدعوة الكريمة لي، ومن دواعي الشرف وجودي يعني في قناة محترمة مثل شروقتي. في البداية ونيابة على مدير مسرح قسنطينة، هي جت الفكرة أننا نقيم يعني تكريم لمحمد الديب الروائي الكبير محمد الديب. نعم. جت الفكرة بعد ما قلنا لازمنا نكونوا حاضرين يعني في هذا التكريم هذا، وعليه ثم قمت باختيار بعض النصوص الروائية نتاعو كما لوميتيا تيسي، كما دار سبيطار، كما الور. ومن بعد هزينا مقاطع من الرواية، والعمل المسرحي أو التركيب المسرحي هذا اشتغلت به على زوج مستويات. المستوى الأول هو باللغة الفرنسية اللي راح يأديه سعيد بالبرقة والفنانة ياسمين العباسي، راح نهز بعض مقاطع من رواياته اللي راح تؤدب بطريقة قرائية. ومستوى آخر هو كذلك، لأنه محمد ديب معروف عليه أنه كتب عمل مسرحي واحد اللي هو ألف تحية لعرفية لميلورا بورينغوز عن ترجمة للكاتب الروائي الكبير علاوة جروة وهبي، وأداء مشهدين من هذا العمل المسرحي من تأدية الفنان حكيم دكار ونجلة طيرملي في شكل سينوغرافي أو مسرحي يعتمد على الفيديو بشكل سينمائي يعني مدته 15 دقيقة إن شاء الله. هو فيه ما نقولش فيه صعوبة، لأننا إحنا نضنا على كتابات محمد ديب، يعني هذه كانت التعامل معه بطريقة سلسة، كذلك أنه الفنانين يعني المشاركين في هذا العمل انضموا لهذا العمل يعني بدون حرج. سي حكيم ماذا تقول عن هذا العمل؟ ولا في الحقيقة أنا شيء جميل أنه نحتفي بمئوية أديب كبير بحجم محمد ديب اللي يبقى قامة كبيرة في الأدب العالمي، الأدب العالمي ده، لأنه ترجمة أعماله كذلك. نظن أنه شكون ما يعرفش رائعته دار الكبيرة دار سبيطار، لأنه وما زاده روعة إنتاجه تلفزيونيا.
وفي السبعينات ترسخ فينا هذا المسلسل يعني لأنه يحاكي إن ترانش حاكي جزء واقع يعني واقع في فترة محددة عاشته الجزائر وعاشوا الجزائري الفرد الجزائري بصفة عامة نعم. فخلانا احنا ندخل وندخل في الجو هذاك العمل نعم. بعدين محمد ديب عنده أعمال كبيرة. أنا كان نعم. عندي حظ أني مثلت في المسرحية هذه ألف تحية والعرفية في 93 في فرقة القلعة لزياني شريف عياد، وكانت أرمادة من الفنانين من قطاف سيد أحمد أقومي، دليل حليلو، سينوغرافيا ليليان الهاشمي، شريف قرطبي، كمال الروين. يعني كان عندي حظ أني عملت العمل، يعني كنت من أحد الممثلين والفنانين تاع هذا العمل، وأكيد فخور أني نشارك بمئوية محمد ديب مع مسرح قسنطينة. نعم جميل جدا. المسرح سي كريم، اشتغل المسرح في الجزائر تقريبا على روائع الأدب العالمي، لكن بالنسبة للجزائر النص الجزائري كان غائبا. هذا قول بعض يعني عندهم رأي يقولوا هذا الاتجاه. ما سبب هذه القطيعة بين الروائيين والمسرح؟ هو ما هيش قطيعة. نعم. هو فيه نقص تعامل الممارسين أو المخرجين مع الروائيين يعني الجزائريين. كانت فيه يعني مبادرات، يعني أنا شخصيا قمت بمبادرة في اشتغال على رواية ونص للكاتب الكبير الحبيب السايح. كان أصدقاء أخرين مخرجين مثل مولاي أحمد اللي اشتغل على نص لوسيدي العرج، كان اللي اشتغلوا على نص لأبي نزاوي، وفيه كذلك مبادرات أخرى لمخرجين أنا على بالي أنهم راح يشتغلوا على روايات. ما فيهش يعني ما نقولوش باللي كان غياب ولا كان قطيعة، بقدر ما هي الظروف يعني اللي كانت محاطة والأسباب بالإنتاج الفني نقدروا نقولوا إمكانياته ضعيفة، يعني اللي ما تسمحش أنك تشتغل على مستوى نقولوا إحنا مستوى عالي جدا يعني في اقتباس أو مسرحة هذه الروايات. لكن العملية موجودة يعني لكن هي قليلة. هناك من يقول أنه قليل جدا اهتمام بالكتاب الجزائريين يعني على مستوى المسارح الجهوية، وحقيقة يعني لأنه تطلب لك مجهود أكبر يعني فهمت، لأن الممارسين غالبا ما يروحوا إلى نوع من النصوص المسرحية المعروفة يعني لشخصيات أو مؤلفين كبار يعني عالميين وكذا. لكن هو نطرح القضية بشكلها أنه لابد من الممارسين أو لابد من المسارح أنها تهتم بهذا بالروائيين الجزائريين خاصة. نعم. لأنه كاين مادة كبيرة يقدر الواحد يشتغل عليها مليح يعني. نعم هذه المادة الموجودة اللي يقول سي كريم أنه هذه المادة موجودة الآن كفنان كبير، كيف ترى أنه الاهتمام بالكتاب الجزائريين وترجمتها على المسارح على في أعمال فنية تسوق لهذا يعني للكتاب الجزائريين وما كتبوا؟ بأكيد أنه شيء جميل جدا أنه نلتفت إلى كتبنا إلى نعم. كتبنا مسرحيا يعني، ولكن في بعض الوقت كانوا يمكن اللوم الصغير أنه كانوا بعاد شوية على الممارسة المسرحية، بعاد شوية على حتى في الكتابة لما تكتب يمكن في الفكرة تعجبك، ولكن العمل ما في بعض الأحيان تلقى صعوبات أنك كيف تقتبسه، كيف ترجمه، كيف كمخرج هو عارف كيف تدير تلقى هاد التوليفة. ولكن في حداته احنا عندنا أدباء ما شاء الله، وحنا نتمناو يعني نتمناو احنا الأعمال تاعنا كلها تكون من واقعنا، تكون مع كتابنا فيها كثير من الحنين، لأنه شيء من عندنا احنا لما نعمل على عمل على نص جزائري فهو نعمل على شيء حاسه، على شيء عايشه. وأكيد أنه في المسرح كان فيه بنود على ما أظن في المهرجان المحترف أنه النص يكون جزائري. أنا قلت لك يبقى فقط أنه الكتابة في بعض الوقت عن كتابنا تكون بعيدة عن المصطلحات على الممارسة المسرحية، فلهذا تلقى فيها صعوبات، ولكن كاين أشياء كثيرة. بمعنى آخر حاكم، هل أنت مع أو ضد أنه يقولوا أنه أزمة المسرح هي أزمة نص؟ والله في الحقيقة لا، أنا ما نظنش أزمة نص. نعم.
لازم تنص لانه قادرين تعمل ورشات وفيه كتاب فيه الشباب يعني تعمل لهم ورشات كتابه في بعض الحالات تقدر تخرج شيء عدد يعني من الكتاب. انا ما نظنش انه في ازمه نص لانه اذا تروح على المسرح العالمي في مسرح عالمي، اذا تبحث عن المسرح الجزائري بنصوص جزائريه فيه نصوص، يبقى انه كيف يمكن النقص يمكن في المعاهد نقص في التكوين. نعم. في التكوين العام على شكل عام، انا نحكي تكوين كتاب مسرح، تكوين مخرجين، تكوين ممثلين، تكوين فنيين، تكوين اداري انتاج، هاو اللي احنا محتاجينها. نعم. محتاجين هذا التكوين للكل باش نقدروا نتعاملوا مع اي نص يجينا وكل واحد بالحرفه نتاعو. بصح باش نقول عندنا ازمه نص، لا، تخرج للشارع فيه 100 و100 و1000 و1000 فكرة وفكرة. سي كريم بوتشيش كمخرج هل توافقه يعني؟ أكيد، أنا أعتقد يعني عمره لا تطرح إشكالية نسبة نص يعني ما كاش. كاين نصوص عالميين، كاين نصوص لكتاب عرب، كاين لكتاب شرقيين أوروبيين، كاين كتاب جزائريين كذلك، يعني أقلام يعني محترمة جدا. عمرو لا تطرحت اشكاليه ازمه نص يعني. انا لا نقول لك الازمه الحقيقيه يعني، فهمت؟ الازمه الحقيقيه هي في الامكانيات يعني، في التمويل يعني. المسارح مسارح لو فيها مثلا دي سوبونسيون كبار يعني، ولا ميزانيات كبيره للواحد يعني، الدعم بصفه عامه، الدعم يكون كبير يعني بصفه عامه، كنا نشوفوا انتاجات وكنا نشوفوا اعمال كبيره ونشوفوا، فهمت؟ لكن احنا المسرح مر نوع من واحد الازمه ماليه اقتصاديه اللي كانت اظهاره سلبيه على المسارح، واللي المردود نتاعو كان للاسف كان شويه ضعيف، لكن لابد من اعاده النظر في الامر هذا. اعتقد ان المشكل الكبير هو مشكل التمويل يعني. نعم، في الحقيقة اسمح لي نضيف على الأخ كريم، أكيد أنه الآن المسرح كقاعة عرض فيه فرجة، والفرجة هذه باش تجيب المتفرج وتجيب تنحيله كوموند يعني التيلي كوموند من يده، اللي عنده العالم كامل في يده في التلفاز ولا في موبايله، باش تنحيه وتقول له تعال تفرج شاهد مسرحية يعني ما فيهاش الفرجة، ما فيهاش واش عنده الداخل على الأقل. لا، فأنا أظن أنه لازم إمكانيات، وإمكانيات تتمد باش ننتجوا عروض فرجوية. احنا محتاج العين تتمتع كذلك، العين تتمتع أكيد بالنص بالجمل المسرحية، ولكن العين تتمتع بالفرجة، والفرجة تجيب الإمكانيات، ما تجيش بالأداء واحد وواحد فوق الخشبة. أكيد هي, يعني هي كل هي حلقات هي متكاملة تكون. نعم. سيد كريم، مسرح قسنطينة تألق، ما السر؟ هو مسرح جهوي تألق بعدد الأعمال، يعني كيف لماذا ما السبب في تألق مسرح قسنطينة؟ ولن مسرح نعم طبعا بالنصوص المحلية. لا، مش قضية نصوص، كاين ما يسمى لو لابيل، لو لابيل تاع مسرح قسنطينة الجهوي، لأن مسرح قسنطينة ماهوش وليد اليوم يعني. نعم. مسرح قسنطينة يعني عنده اسمه باع كبير يعني تاريخيا وفنيا، وعرف أرمادة كبيرة من الفنانين والممثلين والمخرجين إلى حد الساعة هذه، وكذلك يعني في 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 مراحل مروره كذلك بمدراء اللي وضعوا استراتيجيات عمل ورؤية عمل لارتقاءه بهذاك المسرح هذا. وفي هذا الإطار يعني احنا حاليا هنا مع مدير المسرح الجديد هذا تاعنا، اللي قاعدين نوجدوا في أرضية، في بلاتفورم، في 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 خطة عمل يعني ان بلان داكسيون ان شاء الله، اللي راح يكون لنا على سنوات فيه اشياء جميلة ان شاء الله على مستوى مسرح قسنطينة يعني. نعم نعم كريم حكيم دكار، بالعودة إلى الوضع الاستثنائي اللي تمر بالجزائر، هو طبعا جائحة كورونا، يعني هذه عطلت الكثير من الأعمال، ويعني حتى على كل المستويات. هل ننتظر عودة لمسرح قسنطينة؟ أكيد يعني العودة ينتظرها كل الفنانين والمبدعين يعني. نعم. الآن
وصلت لدرجة أنه الناس اشتاقت للخشبة، اشتاقت للجمهور، اشتاقت للجو المسرحي، ومسرح قسنطينة مثل كل المسارح. يعني اتعطلوا، هذا شيء عالمي ماهوش شيء يعني خصوصي أو ظرفي، جاء يمكن لازم نحضروا له. وباش نحضروا له؟ نحضر له بإنتاجات. أكيد أنه مسرح قسنطينة عنده في جعته، عنده كثير من الـ من الـ من الـ من الأحلام حب يجسدها فوق في الواقع، مع إدارة شابة وجديدة. أنا نظن أنه تكلمت قبيلة على الفرجة، فإذا لازم نحط المسارح نتاعنا على أنه العروض لازم تكون فرجوية، لأنه الفرجة تجيب لك الجمهور. وفي وقت، في نفس الوقت، في هذا الظرف نتاعنا، الظرف نتاع الكوفيد 19 كوفيد 19، الناس الجمهور برا تعطش للغذاء الفكري اللي هو الثقافه والفن، اللي يقول لك ناس ما نحتاجوش الفن. وهذيك لا، الفن مثل الماء، مثل لما تعطش لازم تشرب، ولما تشرب ترتوي. فالفن هو غذاء، ويجب على المسارح تاعنا، على الناس القائمين على المشهد الثقافي، ان يعطوا كل الامكانيات ويعطوا الفرصه للجميع باش نقدروا نمشيو مع الحداثه، ونمشيو مع التطور اللي يعرفوا الفن. صح حكيم، انت كواحد يعني من اللي تضروا من 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 كورونا، الحمد لله على السلامه، يعني هل ممكن انك تقوم بعمل في هذا السياق؟ درنا عمل في رمضان تلفزيونيا دراميا يحكي عن الكوفيد، عمل مسرحي يعني، لا تلفزيوني حصله، ولكن اكيد راح يكون في ايحاءات. لانه هذه النقطه جميل جدا انك طرحتها. الفكره انه كيف نوثق امور، احداث صارت عندنا، كيف نوثقها وكيف نخليها تروح بلا توثيق، وتروح ونخليه الاخر يجي يعمل توثيق ويعمل شهادات ويعمل العمل وهو مش حاضر. وحنا اللي كنا حاضرين كنا متفرجين، ما لازمش نكون متفرج. لازم اي حدث يفوت عندي مهم مثل هذا نوثقه باعمال تلفزيونيه، باعمال مسرحيه. اكيد راح يكون في اعمالنا ايحاء بال 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 بالوش عاشته، حتى لو ما نذكرش الكوفيد، ولكن بعمل انساني نقدر نعرف اني يعني بالشيء اللي، لانه كان مضر الكوفيد 19، كان مضر كثير ومازال مضر. فاذا الجانب التحسيسي عملناه، درك يبقى كيف نوثق هذه الاعمال. فاتنا بزاف، فاتنا الزلزال نتاع ابو مرداس، فاتنا الاحداث اللي عاشتها الجزائر، وجاوا ناس اخرين وتكلموا باسمنا وكانهم حاضرين، وحنا نتفرجوا. فانا نظن انه حان الوقت انه نوثق كل امورنا مسرحيا، تلفزيونيا، فنيا، في كل شيء. وهذا شيء جميل اني نتكلم عن الكوفيد بطرق اخرى. نعم سي كريم، اذا كان عندك تعليق على ما قالوا. نعم اكيد. فيها نتحدث سي كريم عن مبادرات في الفتره الاخيره لانشاء نقابات، هذه مثل مبادره حيدر بن حسين التي باركها طبعا حكيم. ظهرت الاسبوع الماضي مبادره شوقي بوزيد، هل هذا ينقص المسرحيين فعلا في الجزائر؟ هذا شخصيا انا نقلع من برينسيب. يقول لك فو جامي بريزيو ان اكسيون. درك مثلا البلاتفورم اللي تقدم بها حيدر بن حسين، حتى من انا زكيتها يعني، لاني درستها وقريتها وايجابيه جدا يعني. درك كاين فيه مبادرات يعني دو غوش دروات، انا مع جميع كل المبادرات. المبادره التي تضيف الجديد في المشهد المسرحي والمشهد الفني انا نباركها يعني. ما عندناش احنا موقف ضد فلان او فلان، بالعكس احنا ما نتعاملوش مع الاشخاص، احنا نتعاملوا مع لي بلاتفورم. تكون كاين بلان داكسيون صحيح راح يزيد لنا خطوه للامام، انا نمشي فيها، واعتقد انها تبقى مبادره يعني ايجابيه حسب لي بروبو تاعها، ونزكيوها يعني جميع المسرحيين يزكيوها يعني.
حكيم ذكر أنت ساهمت في عديد المبادرات سابقا، ماذا تقول عن هذه المبادرة؟ هو تقريبا نفس السؤال. والله نفس السؤال، إنه إحنا أكيد إنه أي إضافة جديدة للمسرح وللتطوير إحنا معاه، يعني بلاتفورم نتاع حيدر أو المبادرة نتاع زملائنا الفنانين، فكل هذا ينصب إنه لازم نشوفوا حاجة جديدة. إحنا محتاجين أطر جديدة تنظمنا، تعطينا ميكانيزمات جديدة، تعطينا رؤية جديدة في المشي نتاعنا، بدون شعارات، بدون أشياء هكذا. احنا محتاجين حاجة ملموسة، حاجة ملموسة اللي تقدمنا للآتي، يعني تقدمنا للمستقبل. وأنا قلت أنا في بلاتو مع الزميلة الأخت الصحفية آسيا الشلبي، حكينا على الأطر، إنه مش بالمفهوم النقابي يعني، إلا المطالب، ولكن احنا محتاجين إطار ينظمنا كهيئة، لأنه ما نقدرش نكونوا أفراد ونروح نناقش أنا ونروح نحكي مع هيئات رسمية، ما عنديش صفة. ولكن لما نكون هيئة والفنانين عاطيني التزكية والمصداقية، نقدر نكون في واجهة مع الجهة التنفيذية باش نقدروا نجيبوا حقوقنا، ولكن حتى هذه باش نعرفوا واجباتنا. ثانيا، انه هذا الاطار اللي راح يكون فيه لازم يكون فيه التفاف حوله، وهذا الاطار لازم فيه قضيه تنظيم اولا، وقضيه تاطير، باش والتاطير هذا والتنظيم فيهم ثاني قضيه تنظيف النيتواياج، لانه اي حاجه اكيد انه فيه دخلاء في اي ميدان، فيه دخلاء، والدخلاء هذوك يعرقلوا لك المسار نتاعك، ويعرقلوا لك الاحلام نتاعك اللي راح تتمنى تجسدها. فاكيد انه الان قاعدين نعيشوا، ونقولها بصراحه، فيه ديزانتري، فيه دخلاء على فيه انقسام ايضا، انقسام كريم، وهذه اللي خلت يمكن ضعافت شويه المطلبيه نتاعنا حنايا، لانه يمكن نقول احنا اوني كومبليس، احنا شركاء في هذا، لان خلينا يمكن نوافد دخلوا منا هذا الدخلاء، والفن ما يندرش بشبكات بالتواصل او بالالقاب. الفن هو مسار، هو قيمه، هو ايديولوجيا فنيه، هو روح وكل شيء. نعم. سي حكيم ذكر، هو على ذكر ما قلت سي حكيم، الجدل الذي أثارته وصور حصول المغني سليم الشاوي، يعني هو قال فيه في دخول شهادة في التمثيل بعد دورة تكوينية مدتها 5 أيام، ما تعليقكم؟ طبعا هذا السؤال لكم، هاي الشهادة يعني دورة تكوينية، هو تحدث عن الدخلاء عن الفن، أثار الكثير من الجدل هذا الموضوع. الله يشوفه أستاذ، أنا شخصياً أؤمن بالموهبة، يعني الموهبة ممكن تلقى موهبة اثنين، يعني تقدر تكون لها مشاركة أو اثنين، يعني في إطار محدود، إلى لأنه مثلاً إذا نرد لها بنظرة فنية، مثلاً مخرج يقدر يعجبه مثلاً بروفيل تاع إنسان اللي ما عندوش علاقة بالميدان، وهذه إشكالية أخرى. لكن في المبدأ، يعني نتكلم في المبدأ، لازم نحاربوا نوع من هذه الممارسات، لانه من المستحيل تسبع يعني تصرى الا تقريبا عندنا، يعني باش مثلا واش شاب يمر بفكره التكوين تاع 5 أيام ولا 7 أيام، ثم تسلم له شهاده باللي تثبت انه ممثل، الوغ كاينين الناس اللي قرات لمده سنوات، 5 سنين او 7 سنين، دايره اكتوره في الاسباس او في معهد تكوين اخرى، تلقاها مثلا مهمشه. وإحنا لازمنا نحاربوا هذه الظاهره. انا في اعتقادي انه هذه ظاهره سلبيه جدا. يبقى درك الشخص مثلا هو ذو اختصاص وحاب يدخل في اختصاص اخر، لازم لا ترانزيسيون ديك
لازم تمر كذلك بفورماسيون، لازم تكون يكون يجب ان لا يتجاوز المراحل. اعتقد فو با بروري هذوك لي زيتاب هذوك، مهم جدا يعني اذا وصل، اذا حبينا نوصلوا الى تصفيه هذا الميدان هذا واعطاء كل ذي حق حقه، ما لازمناش نخلطوه ما لازمناش نخلطوه. انا مستحيل اني نكون منشط في مكانك، كما نقولوا احنا مستحيل انك تكون مخرج او ممثل في مكاني، لكن ممكن جدا لما انا ندرس التنشيط ممكن تولي منشط. انت كذلك لما تدرس التمثيل والاخراج تولي ممثل او مخرج، وهكذا والفنون هي الكل وكل مرتبطه ببعضها. لكن هذه تاع في بين عشيه وضحاها يخلقوا ممثلين من العدم لحاجه في نفس يعقوب، هذيك اعتقد خمسه ايام حكيم بزاف. الحقيقه انا اكيد مع كريم، علاش قلت انا التاطير والتنظيم لما تاثر وتنظم الهيئه نتاعك مش راح يكون فيها امور مثل هذه، مع احتراماتنا الاخوه اللي داروا. اكيد مش في خمس ايام راح نعطيك تكون ممثل، ما نقدرش نكون انت ممثل، ما نقدرش ممثل. خلقت موهبه لانك عشقت الفن هذا من صغرك، لانه الله اعطاك هذا الموهبه، ما تقدرش نجيبها بشهاده. ما نقدرش نكون كوميديا بار ديسيزيون ادمنستراتيف ولا بار ان ديبلوم يعطى لي. الدبلوم يعطى لي اكيد في ورشه تاع يومين تاع ان ستاج دو ريسيكلاج، تربص نسيت ايش يقولها المصطلح نتاعها، يعني لتقويه يمكن المعارف نتاعي، ولكن ما نقدرش نعطيك نقول لك انت ممثل، ما تصلحش انت ممثل. وحتى المؤطرين اللي لازم يكونوا دارير وراء الاخر، انا نظن انه كل مؤطر وكل المتربص لازم فيه امور. معليش كاين شباب هواوا المسرح وراحوا وداروا هذه، اكيد معليش احنا ما نلوموا حتى واحد، طونك ما خديناش الامور بجديه، ما طورناش، ما عملناش هيئه، ما رحناش في كتله واحده، ما التفيناش حول بلاتفورم ورحنا اطرنا ونظفنا، لانه في نقابات اخرى، نقابات مصريه او نقابات سوريه، نقابه المهن تختلف، كل مهنه عندها الخصوصيات نتاعها وعندها الموانع نتاعها. ما يقدرش مثلا مطرب يوزع في مسلسل الا اذا جاب لوتوريزاسيون، التصريح من عند نقيب المهنيين انه هذا نسمح له فعلا. يمثل. اذا حلينا الباب الكل يمثل، اكيد الكل راح يولي يغني والكل راح يولي يدير حاجات اخرى وتختلط علينا. شكرا جزيلا لك الفنان القدير حكيم دكار المشوار، والشكر ايضا موصول للمخرج والممثل الكريم بوتشيش على حضوركما. شكرا مرة ثانية. مشاهدينا بهذا نأتي إلى نهاية هذه الفترة، إلى اللقاء.